احمد اليكم الله واصلي واسلم على نبيه ومصطفاه واحييكم بتحيه العز والمجد والكرامه تحية الإيمان والإسلام والإحسان في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة مباركة ليلة ليلة سعيدة ليالي رمضان كلها بركة وخير لكن تتميز فيما بينها بالأحداث التي حصلت فيها والليلة هذه ليلة 17 رمضان هي ليلة بدء تنجيم القرآن هي الليلة اللي برز فيها الوحي وتنزل على قلب سيدنا صلى الله عليه وسلم الليله هذه هي اللي تكونت فيها قياده للامه لان الليله هذه هي اللي هبط فيها جبريل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سته اشهر من التحنث في غار حراء مبتعدا عن الناس يدخل عليه جبريل ويقول له اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا قال ما انا بقارئ قال فغطني المره الاولى والمره الثانيه حتى بلغ مني الجهل ثم ارسلني وقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الليلة هذه هي غير ليلة 27 أو ليلة القدر اللي كثير من العلماء قالوا فيها التنزل الكلي للقرآن إلى سماء الدنيا هذه الليلة اللي نزل فيها القرآن صبرة واحدة إنا أنزلناه في ليلة القدر هي الليلة اللي حصل فيها للأمة منهج اسمعوني مليح عنا حدثان اثنان هما اللذان أسسا لوجود هذه الأمة وجود منهج تسير عليه طريق أسلوب دستور نظام هو القرآن هذا في ليلة القدر ثم خروج ذلك الكتاب إلى حيز الواقع ليتولى قائد الدعوة إليه وتنفيذه في هالليلة هذه الأمة أصبح عند قايد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الليلة يا أخواني الكرام هي ليلة اللطف ليلة الرحمة هي الليلة اللي فيها مد يده إلى البشر في آخر طبعة من طبعات الهداية ليجعل البشرية تنقاد الى طريق قويم وطريق مستقيم آه، الليله هذه هي ليله العرفان بالجميل لنزول القران ويظل اول عرفان بالجميل ان نرجع الى القران لنعرف هي اسباب العز اللي وضحانا اقل شيء ان الليله هذه هي الليله اللي ربي قال لنا اقرا يعني ربي كرم فيها العلم ودعانا فيها الى العلم وامرنا بالتعلم وكانه يقول لنا راو باش تخرجوا من حاله الشده والكرب والمهانه والضعف والفقر والاستكانه وان الناس باركينكم على كتابكم يلزمكم العلم يلزم تتعلموا وانا اعجب كل العجب يا وليداتي كيفاش الأمة اللي أول منزل فيها في هالليلة المباركة أمره تعالى بالقراءة يعد فيها عدد الأميين بالعشرين في المئة ويصل إلى ثلاثين وخمسة وثلاثين في المئة في بعض بلاد المسلمين فاحنا يعني في بلادنا قالوا لنا 20% اميين عجب معناها يعني اقرا باسم ربك الذي خلق اللي هي امر ديني وامر شرعي وامر قراني وواجب اسلامي هذه ما نعرفوهاش ولذلك الى حد اليوم اولادنا ما تقراش وماذا بينا لو كان يقص القرايه باش يخرج يخدم في المعمل الفلاني ولا في الاداره الفلانيه يخدم شاوي زاد يهز طبق ويجيب القهاوي ويهز التاي. نقول اخوتي الليله هذه يجب ان ندرك بانها ليله فضل على الامه، وليله عز الامه، وليله مجد الامه وكرامتها. ولكن هالدين ها... الليله هذه تضع على عواتقنا مسؤوليات. هالدين اللي هبط والقران اللي جانا يطلب منا باش ننتهج سبيل قويم اللي هو سبيل الاستقامه، وان الاستقامه بالنسبه للامم ما تتمش عن طريق الدعاء. مش نمشيو للجامعه نقول يا رب حول حالنا الى احسن حال، تو نتحولوا. الامه هذه ما ترتقيش بالدعاء. الافراد يهتدوا بالدعاء الدعاء هو هدايه قلبيه للقلوب ربي يهدينا سعاد وفي كثير من الاحيان يهدينا لكن الامه باش تكون متخلفه تولي متقدمه مش بالدعاء بدليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غازر خاض الغزوات تعب تعذب جاع بشر دعاء علم قرى ورى تورمت قدماه تعب في سبيل امته باش الامه هذه تهتديه ليله 17 رمضان هذه التي نحتفي بها هي ليله تحفزنا للاخذ باسباب العزه حتى تصبح الامه متاعنا امه سيده بين الامم ربي بصر قلوبنا ويهديها ويجعل فينا حافز يغير حوالنا الى احسن حال والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته